الاثنين ده يوم غريب. هو المفروض انا كده بعيش احسن ايام حياتي. الساعة 8 باقي نص ساعة الامتحان، امتحان على امتحان، امتحان على امتحان، امتحان على امتحان، امتحان على امتحان، انا تقريبا امتحان طول السنة يعني. خير خير، نفسي العب رياضة، نفسي انزل الجيم والله. يلا بينا عشان ما اتأخرش. الدنيا حلوة، ربنا معانا. Let's go. خلصت امتحان الصبح، بعد كده روحت البيت، بعد كده جيت نزلت تاني عشان اخلص محاضراتي. خلصت المحاضرات دلوقتي، وعاملين كده مفاجأة حلوة ظريفة للفريق بتاع كشف الألغام. معتز وعمرو عاملين مفاجأة حلوة معايا. مستر ماريو هي المفروض تبقى سربرايز، بس مش عارف هتنجح ولا مش تنجح يعني. عملنا تورته على شكل الجهاز اللي احنا اشتغلنا عليه عند حد يعني، ربنا يبارك له. بس ده خشب بس متلون بالوان الوان اكل. دي التورته ضحك علينا من اكل. حلو. دي برضو مسامير حقيقيه. حقيقيه تاك. دلوقتي هم جايين اهو. هاي تعالى يا زوز، تعالى تعالى. واو ايه ده؟ يا ولاد اللعيبه، عمر عطيتكم ليه؟ يا ولاد اللعيبه، شوف بقى عامل عطاك. لا عمور، ده بقى دلوقتي. يا ولاد اللعيبه، عرفت انا بقى عطاكوا ليه؟ مين الولد اللي سايبك؟ انا عاملها لوحدي. بص احنا امبارح كنا مطبقين عند عمر. لا ده هو اردوينو. فين اردوينو؟ عامل ايه يا معتز؟ ام فاين. ايه رايك في المفاجاه دي؟ المفاجاه تحفه والله العظيم، ده انا هاكلها كلها دلوقتي. عمور ايه رايك في المفاجأة؟ لا عاش، حلو بجد والله، عاش عجبتني جدا. ايوه مش شفتها. لا المسامير عجباني يعني. بتحب تتصور فيديو ولا فين اشرقة؟ اه يا جدعان مجانين، والله مجانين، انتوا مجانين اقسم بالله. يعني ايه يعني شغل؟ قطع من نص. الله يرحمه. تطلع كام سنة؟ ماشي ماشي حلو كده، كمان شوية حلوين. ايوه بس تمام، قول لي كده. يعني هنطبلكوا كتير. فان دي اللي كانوا عاملينه السنة اللي فاتت. انا يا معتز عامل ايه؟ في اتنين عجبك اليوم؟ زي الفل يا صديقي. في حاجات رجعت البيت وجبت معايا التورته بقيتها يعني. بس هاتي ايه؟ الساعة 6:10، أنا أكلت أكل تعبت جدا، مش كده ما كنتش متغدي. أنا أصلا بحب الحلويات جدا، فطبعا ما صدقت ضربت الضربة. هحط لكم الصفحة بتاعت اللي جبت منها التورتة تحت في الديسكربشن. طعمها حلو جدا وبتعمل أشكال تحفة. ده الروبوت بالظبط، نفس شكل الروبوت اللي احنا عملناه في المسابقة في الفلوج بتاع كشف الألغام. فربنا يكرمها الست يعني، ما قصرتش معانا خالص وعملت لنا حاجه ناس انبهرت بيها زي ما انتوا شفتوا كده. فاللي عايز يطلب منها حاجه هتلاقي الصفحه تحت بتاعتها. دلوقتي انا نفسي انزل العب باسكت، صحابي قالوا تعالى نلعب باسكت مع بعض. طبعا نفسي انزل عشان انا اكلت سعرات كتير جدا، فعايز اروح احرقها. فعايز اروح واجي بعد كده، عايز اقعد امنتج الفيديو، وبعد كده عندي بكره الصبح الساعه 8 الصبح محاضره. فالدنيا عندك مش مظبوطه، بس نعمل ايه؟ هو ده قدرنا. نصلي المغرب ونلبس وننزل. لبست ونزل دلوقتي على طول. الدنيا تحت برد عشان كده متقل شوية. Let's go. تمام؟ أنا بلعب دلوقتي الشباب عبدو. يا جماعة مش مصدق إن إحنا عبد الرحمن سليمان. ما اعرفش مين الناس التانية. يا جماعة احنا كملنا فرقتين، انا مش مصدق نفسي. فرقتين كاملين، خمسة على خمسة. رب يبقى سخنوا، رب يبقى يوم كويس. ماتش هبدأ دلوقتي. تايم اوت بعد نص ساعة. اللياقة تحت الصفر. 8 8 على 10
8 10 ينفع كده. قوي قوي. خلصنا مروحين سليمان وعبدي. عندي عمل تقريبا ساعة ونص. تعالنا شوية كالوريز حلوين. I think so. كنت اروح البيت عشان نتغدى والكاميرا تفصل. اليوم خلص. في حاجة كده صغيرة عايز اتكلم عليها. دي حلاوة الموضوع ان انت يومك كله مليان. ده اللي لما تيجي في اخر يوم تيجي تنام على السرير تحس كده ان انت بجد حاسس طعم الراحة. دقت طعم التعب. كان النهارده يوم الاثنين خلص. وبكره يوم الثلاث والعاده متاخر. يلا بينا. بقول لك ايه؟ ثانيه المحاضره تبدا. خلصت المحاضره رجعت البيت هنام عشان نشوف بقى هنعمل ايه بالليل. هننزل الجيم ولا هننزل نشتري الحاجات اللي هنشتغل بيها. بس الدنيا صعبه شويه. بعد انقطاع طويل قررت اني ارجع تاني للجيم. تقريبا قطعت شهر واسبوع سرجانه. كان عندي مشكله واحده في الجيم ان الجيم عندي بياخد اكتر من وقته. يعني ما ينفعش بتدخل في ساعه ساعتين ثلاثه اربع ساعات خمس ساعات. نص ساعه رايح نص ساعه جاي ساعه تمرين او ساعه ونص تمرين وبعدين بقى ارحب بعدها بساعه وتستحمى في ساعه. فالموضوع ده مش هينفع. فهعمل تحدي بيني وبين نفسي عايز اروح وارجع هنا في اقل من ساعتين. دلوقتي الساعة بالظبط 8:31. عايز ارجع قبل واكون مخلص كل حاجة 10:31. تمام كده؟ يلا بينا. ساعة وربع 10:15. اصح ما استحمتش بس ايه؟ بس جينا قبل ساعتين الحمد لله. وهيكون النهاردة عشانا تفاح وبرتقال. وده بقى المقصود ان الرياضه بتربيك ونفسي على طول ما بطلهاش. بس زي ما انتم شايفين كده ساعات بتلاقي في حاجه داخله كده في النص ابعدها كده في حاجات تانية اهم. روح امتحن روح مش عارف ايه روح ليه يعني ليه انا الحمد لله. كان يوم جميل لطيف. كان نفسي انزل كل يوم لوحده بس مفيش وقت لا انا اصور ولا في احداث كتير ولا في حتى وقت امنتج. فيعني هو ده الوضع الحالي. ان شاء الله بكره وبعده لازم نبدا نشتغل في البروجكت قريب جدا عشان الوقت ما يسرقناش ونلاقي نفسنا في تسليم ونحش نسلم فتبقى طبعا مشكله. بس كده النهارده يوم الثلاث خلص وبكره يوم الاربع. صحيت دلوقتي عايز اقعد امنتج الفيديو. المفروض ان انا كنت ناوي اعمل السبت والحد والاثنين والثلاث مع بعض في فيديو واحد بس ما عرفتش اعمل كده. عملت السبت والحد مع بعض. الدنيا انا اول مره يحصل معايا كده يعني الدنيا ملخبطه بس يعني قشطه. في حاجه غريبه جدا بتحصل معايا لما بلعب رياضه او بروح الجيم بحس ان انا باكل اقل مش عارف ليه. يعني هل مثلا جسمي بيستنزف طاقه من جوه فبيشبع اكتر او ان هو ما بيحتاجش ياكل كتير مش عارف. بس دي حقيقه. اكلي بيتظبط كويس جدا بتلاقي كويس جدا نومك نوعا ما بيتظبط. الرياضة فعلا يعني سحر. لو انت شفت اخر فيديوهين هشوف انا عملت تحدي في الفلوج 23 عن السكر وفي الفلوج 24 ده او اللي شفته مش عارف هيبقى عامل ازاي. التحدي خلص تحدي السكر يعني ليه؟ ان في تورته. طبعا في تورته في الثلاجه فمش هيعرف اعمل تحدي السكر. بس انت التورته خلص الاول. صح ما بشربش سكر ما بشربش سكر ما بحطش سكر في الشاي او النسكافيه ما بشربش عصاير ما باكلش شوكولاته ولا اي حلويات. بس طالما في حاجه باكل منها سكر اللي هي التورته فما فيش اي تحدي. التحدي خلص قبل ما يبدا اصلا. بس قدر ربنا بيحبنا. صلاة الضحى دايما كده ما اصلي الضحى قبل الظهر بشويه. مش دايما بصلي الضحى بس يعني لما بصلي الضحى بفتكر دايما كلمه مامتي ربنا يخليها لي صلي الضحى 4. يعني يكون صلي 2 مثلا وعايز اقوم لا صلي 4 دايما تقول لي قوم صلي الضحى 4 عشان مش عارف كما صح ولا لا ما بحبش في الموضوع. هو ممكن تصليها 4 ممكن تصليها 6 و8 اعتقد كمان بتخلي يومك احسن. فعايز احسن الموضوع ده. فضل صلاه الضحى لقيت حاجات كتير جدا منهم حديث عن سيده عائشه وده رواه مسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. في واحد تاني رواه احمد وابو داود وصححه الالباني
في الجامع الصحيح قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ده اللي أعتقد أمي كانت تقصده. وقعد يشرح بقى ان 4 ركعات دي مثلا كانت هي المفروض تبقى الضحى ومش عارف ايه، يعني الكلام كتير. فيحفظه الله من شر ما يقع في اخر هذا اليوم مما يضره في دنيا او دنيا. هو ده بالظبط اللي امي كانت تقصده. ليه افتكرت الكلام ده وعايز اقول الكلام ده؟ ممكن هي اعتقد قالها لي مره او مرتين بس ممكن كلمه زي كده تقولها لابنك او تقولها لحد بيقدرك وبيحترمك تاثر فيه طول عمره. شوف انا طول ما انا قاعد هي ممكن ما تفتكرش اصلا هي قالت لي الكلام ده، بس عمره ما يفارقني، عمره ما يفارقني. ما تبخلش بالكلمه او ما تقولش مش هتنفع او مش هتاثر، لا ممكن تاثر، تاخد انت اجر وحسناته. كالعاده ايه؟ يلا بينا. دي ده فهمت جت لي على طول فردت معاك فاهم؟ تمام بيها حاجه النهارده ده يا جماعه. عمرو قاعد في البورد ميتنج بياكل وهو خلاص لازم يقفل الكاميرا عشان ما يصحش كده وما يروح هاجي لكم. يلا باي باي. ايه يا عم؟ ايه ما انتش بقى ايه يا عم؟ هو انت بتنزل فيديو كل يوم؟ ما عنديش وقت. نفسي كل يوم بصور كل يوم. ايه بصور كل يوم؟ برفع فيديو مسمار امبارح 98% فصل. مش عارف ايه جامعه عندنا بورد ميتنج انسايدر هنا. بنجمع البورد ميتنج ده كل هيد تيم بيجي عشان يشوف يقابل الهيد الثانيه فيناقشوا ما هيحصل في هذا الكلب. وصلت الفكره؟ اي ثينك وصلت يعني. اوكي كده خلصنا خلاص وهنروح. روحت البيت مش عايز تفك دي ما علينا. حصل معايا من شويه حركه وحشه جدا. انا برفع الفيديو بتاع اخر فيديو ده برفعه يبقى يوم السبت والحد وصل لحد 98%. بعد كده اضطريت انزل اروح الجامعه فاخدت معايا لابتوب. ايه اللي حصل بعد كده؟ ما رضاش ايه يحمل. عملته سليب اللابتوب بعد كده فتحته تاني لقيته عمل ريستارت لوحده. فدلوقتي انا وحظي ده هيبدا يعمل ابلود تايم 0% يا دلوقتي هيكمل من 98%. تعال نشوف. يا رب يا رب يا رب. ها انتوا تعرفوا انا بتعذب قد ايه حرفيا عشان ارفع فيديو حجمه مثلا 500 ميجا او ما عجبش الجيجا. ال 900 بتقعد معايا 12 ساعه تقريبا، فانك تقعد ترفع ده من اول اهو 98%. يا سلام. دول ده التوفيق من عند ربنا والله والله. في من ده حظك تشوفه دلوقتي يعني الناس هتشوفه يعني دلوقتي. اوف جميل جدا. جت الساعة 7:37 بالظبط والفلوج دلوقتي هيترفع. الفلوج 24 اسمه تحدي وبس. النهاردة كان يوم لطيف لذيذ جدا 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 جدا. كنت النهاردة بكلم مع الدكتور في حاجة. في معيد ادانا امتحان في ربع ساعة، ربع ساعة عليه 7.5 اللي هو بتاع يوم الاثنين اللي قعدت صحيت الصبح بسبب بدري على الفجر عشان اقعد اذاكر، وفي الاخر ادانا امتحان في ربع ساعة. فطبعا انت في ربع ساعة دي انت بتفكر اصلا في السؤال، انت ما بتلحقش اصلا تكتب، انت كل يعني تعمله يا هتكتب يا هتفكر، ولو عملت الاثنين مع بعض انت هتغلط. فطبعا يعني كتير جدا من الغلط. بس ده مش تحديد مستوى، انت كده ما حددتش مستواي، انت كده ضغطت عليا وخليتني اعمل اي حاجة وخلاص. انت كده يعني هل انت راضي بالنتيجة بتاعتك دي؟ هل انت بتمتحني في ربع ساعة السؤال في فكرة؟ يعني حتى سؤال مش اسطمبة مثلا انا حافظه فانا كاتبه وخلاص، السؤال في فكر. هل انت راضي بتقييمك ليا؟ المهم اتكلمت مع الدكتور فقال هيشوف الموضوع. في دكاترة بتطنش، في دكاترة بتقول هشوف، في دكاترة ما بتشوفش، في دكاترة بتشوف، يعني على حسب. مش عارف بقى الدكتور ده هيعمل ايه. يا رب يشوف يعني يا رب. في نفسي اعمل ايه؟ نفسي استجمني يعني، نفسي كده اقعد كده واستجم كام ساعة. نفسي اعملش حاجة في كام ساعة دول. بس ما ينفعش، في حاجات ورانا كتير. ومن أراد العلا سهر الليالي، سهر بقى الليالي ونزل الجيم وعمل حاجات كتير. أنت عايز أكمل مونتاج الفيديو اللي هو ده تقريبا هيبقى 3 أيام في بعض. كان في مشكلة عندي مع أي منظمة أو أي حاجة. أنت أحيانا ممكن يبقى عندك مبادئ ما تتماشاش مع أسلوب الحاجة أنت داخل فيها. يعني مثلا مصدر إعلامي أيا كان، ممكن تبقى قناة يوتيوب، ممكن تبقى صفحة على الفيسبوك، ممكن تبقى جريدة، ممكن تبقى تلفزيون، قناة تلفزيونية، أيا كان. هل لو في حاجة حرام تمام وانت دعوت للحاجه دي
انت كده اخدت ذنبها. طيب الكلام انت ممكن تقول انا هعمل كده ومش هعمل كده لو انت صاحب المنبع الاعلامي ده. افرض انت بقى انت مش كده، انت مجرد ترس مكنة فيها تروس كتير جدا. فعندك حاجه من حاجتين، لو انت لو هم بيخالفوا مبادئك انت، فانت يا هتسيب المكان عشان تحافظ على مبدأك، يا انك هتحاول تقنعهم ان انت صح. طبعا في الغالب لا، يعني ما بيقتنعش. موضوع اصلا ان انت تدخل الدين في حياتك، كتير من الناس ما بتقتنعش بالكلام ده. هو بالنسبه له الدين ده حاجه منفصله عن الحياه، حياته حاجه ودينه حاجه، وده غلط. ده غلط. انت انسان مسلم، انسان مسلم، انت مسلم. مش انت فانت بتصلي فانت مسلم، لا، انت حياتك كلها اسلام، انت مسلم. في حاجات في دينك كتيره جدا بتطبق عليك في حياتك كلها. طولت في الموضوع، بس الموضوع مهم، موضوع مهم. هات هنكمل منتج البلوج، هتاخد يوم كده خلص على خير، وبكره ان شاء الله يوم نعمل عند ربنا. في الاخر المحاضره اتلغت واحنا زي متاخر ربع ساعه اتقضت.